السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العفو الدولي تحس الرئيسة تونسي على رفع قرارات منع السفر التعسفية. حست منظمة العفو الدولي الخميس الرئيس التونسي قيس سعيد على إنهاء قرارات حظر السفر على مسؤولين في البلد واعتباراتها خارج الإطار القضائي. دعايا أيها إلى احترام حق التونسيون في حرية التنقل. في 25 تموز يوليو أعلن سعيد إقالة رئيس الحكومة تولي سلطات وتجنيد أعمال البرلمان طوال شهر ليمددها إلى إشعار آخر. لاحقا وخضع الكثير من الشخصيات لقرار منع السفر والإقامة الجبرية في إطار إجراءات لمكافحة الفساد ومنع فرار بعض الملاحقين قضائيا. واختصت المنظمة في بيان الخميس حالات ما لا يقل عن 50 شخصا من بينهم قضاء وموظفون كبار في الدولة وموظفون في الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وأحد البرلمانيون منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي من دون أي إذن قضائي. وقالت المنظمة على أن الرئيس سعيد وسلطات النائب اتخذت حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل على النحو المقفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمياثيق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وفي خطاب القاء في مطار تونس في 16 أغسطس أوضح الرئيس قيس سعيد أنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية. وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مريف أن تجنيد الرئيس سعيد للعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرر انتهاك الحقوق والحريات في البلد أو لتقويض القضاء. قد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانون وتعسفيا على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي في انتهاك صارخ حقوقهم في حرية التنقل. ونص القانون التونسي على أن السلطات القضائية هي الوحيدة المخولة أصدر قرارات بحظر السفر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.